أما هلأ نور رح ننتقل بأولى فقراتنا اللي هي فقرة طبية رح نحكي فيها عن الإنتانات البولية عند الأطفال، ومنعرف إنه هي العدوى بالمسالك البولية بتأثر إلى تأثير كتير كبير على موضوع الكلية، وخصوصا عند الأطفال نورية اللي بتقل أعمارهم عن 5 سنين وما تحت. أكيد موضوع يمكن جدا مهم خصوصا لدى الأهالي، لأنه بعض التصرفات الشائعة من قبل الأهالي يمكن تأثر سلبا على صحة الأطفال، خصوصا بما يتعلق بالإنتانات المسالك البولية عند الأطفال. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور بسام سعيد، اختصاصي بأمراض الكلية عند الأطفال ورئيس جمعية فرح لطفل المريض بالكلية في سوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، شكرا لكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا دكتور بالبداية نعرف، نحن وقت منقول إنتانات بولية، شو تعريف الإنتانات البولية بشكل عام؟ نعم، الإنتان البولي عند الطفل هو مرض من الأمراض الشائعة. تعريف الإنتان البولي هو لما بصير في غزو جرثومي للطرق البولية، لأنه بالأحوال الطبيعية عند الإنسان الطبيعي سواء كان طفل ولا كبير، الطرق البولية هي منطقة عقيمة. صحيح. لأنه لا يدخلها جراثيم بالأحوال الطبيعية، مو مثل مثلا جهاز تنفسي، جهاز تنفسي الإنسان عم يستنشق هواء، فممكن مع الهواء يدخل فيروسات أو جراثيم بشكل طبيعي. أما ولكن الطريق البولي طريق عقيم ومغلق، أحيانا ممكن توصل الجرثومة لا الكلية بشكل أساسي أو الطرق البولية، لأنه في عنا الطرق البولية اللي هي تبدأ من الكلية الحويضة والحالب والمثانية والإحليل، هذا نحن بنسميها الطرق البولية زائد الكلية نفسها. هلأ وصول الجرثوم لهذا المكان قد يتلو عنه التهاب، لأنه الجرثوم يسبب التهاب. هل إنتان نحن بنسميه إنتان بولي أو إنتان طرق بولية، هي من الأمراض الشائعة والتي هي يكسر مصادفتها خاصة في طب الأطفال، واحيانا هون المشكله انه ممكن تتكرر. ولذلك فنحن التشخيص المبكر لهذا الموضوع والعلاج الصحيح يقي الكليه من حدوث اي مشاكل ناجمه عن الانتان. تمام. يمكن عم تحكي نقطه كثير مهمه، لانه الانتانات البوليه ممكن ترجع تعود عند الاطفال اذا ما تم معالجتها بطريقه صحيحه، وللاسف يمكن هي استشاره الطبيب منذ بدايه المرض عند الطفل هي اهم نقطه، لانه بعض الاجراءات ممكن يقوموا فيها الاهل عن عدم معرفه تاثر سلبا على صحه الطفل. خلينا نعرف كيف في الام تعرف اليوم انه طفلها مصاب بالانتانات البوليه. تمام. هلا هذا بيتوقف على عمر الطفل. هلا احيانا اذا كنا عم نحكي عن طفل صغير عمره اشهر شهرين او 6 أشهر او سنه، لسه هذا الطفل غير قادر على انه يعبر. صحيح. يعني اذا طفل عمره 6 أشهر على سبيل المثال صار في معه انتان بولي، فهذا الطفل ممكن ترتفع حرارته، او ممكن الام ممكن ما ترتفع حرارته، مو شرط انه يكون في حراره، ممكن تتغير ريحه البول، فالام تلاحظ لما عم بتغير للطفل البول بالحفوضه بتحسه انه رائحته كريهه، واحيانا لونه غريب وممكن يغمق البول الى اخره، ممكن الطفل يكون في عنده حراره مو معروف شو سببها، فبتاخذه لعند الطبيب، فالطبيب بيلاحظ بانه من خلال الفحص السريري انه في شك بوجود انتان بولي. طبعا انتان بولي حتى نتاكد من وجوده لابد من اجراء بالبدايه فحص بول وزرع بول. صحيح. بس هون كثير مهم انه تؤخذ العينه بشكل صحيح، لانه هيدي كمان من الاخطاء الشائعه انه تؤخذ العينه بشكل غير نظيف. ممكن تكون العينه ملوثه، لذلك دائما نحن بننبه تماما على طريقه اخذ العينه، هي من واجب الطبيب انه يشرح للاهل انه كيف تؤخذ العينه بحيث انه ما تتلوث، لانه اذا اخذ العينه بطريقه غير نظيفه ممكن تتلوث العينه ويطلع بالزرع انه في جرثومه، بس هالجرثومه تكون جاي من برا مو جاي من جوا. فمجرد ما تم وضع التشخيص، هلا هون وظيفة الطبيب هو تقديم العلاج، والعلاج ما هو علاج معقد، نحن بنستخدم الصادات الحيوية اللي واسعة الطيف اللي هي ممكن تأثر على معظم الانتانات البولية بانتظار يطلع زرع البول، بس طلع زرع البول بنشوف انه هالجرثومة هي تستجيب للدواء اللي عم ياخذه الطفل ولا لا، إذا تستجيب بنكمل، ما بتستجيب بنبدل الدواء لمضاد حيوي آخر تستجيب له هذه الجرثومة. المشكلة وين مثل ما تفضلتي حضرتك؟ هو انه لما بيتكرر الانتان البولي. هلا تكرر الانتان البولي مو بالضروره يعني انه لم يتم العلاج بشكل صح، ولكن يدل على انه الطفل في عنده مشكله ما في الجهاز البولي هي اللي عم تاهبه ليتكرر عنده الانتان البولي، وبالتالي هي المشكله اللي هي موجوده عند الطفل هي لازم نفتش عنها، ما تم تشخيص صحيح يعني لنعرف انه شو سبب تكرر الانتان البولي. هلا ممكن نحن في كثير اطفال بصير عندهم انتانات بوليه، بنعمل لهم دراسه مخبريه، دراسه شعاعيه بتتضمن اجراء ايكو للكليتين والجهاز البولي، احيانا بنعمل اجراءات شعاعيه اخرى، ومنلاقي انه الطريق البولي عنده طبيعي وصار انتان بولي بصير. بس لما امتى نحن بنفوت بالاستقصاءات العميقه نوعا ما اللي هي بتروح لابعد من الايكو، هي لما بتكرر الانتان البولي عند الطفل. مجرد ما تكرر الانتان البولي واجب علينا نحن كاطباء وخاصه اللي بيشتغل في موضوع طب الكلي عند الاطفال لازم نبحث عن السبب، لانه هذا السبب بصير العلاج بيتوجه نحو السبب.
على سبيل المثال، وأحد أشيع الأسباب اللي هي بتسبب تكرر الإنتانات البولية عند الأطفال وجود ما يعرف بالجزر المثاني الحالبي. شو يعني جزر مثاني حالبي؟ يعني إنه البول بيرجع من المثانة باتجاه الحالب باتجاه الكلية. هلأ هو بالأحوال الطبيعية عند الإنسان الطبيعي البول مفروض ما يرجع. صحيح. يعني البول لما بينزل من الكلية للحالب للمثانة هذا بدنا نعتبره الطريق هذا مثل طريق سيارات اتجاه فيه واحد مو اتجاهين، مو يعني البول بينزل بنزول بس ما بيرجع بيطلع. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى خلق لنا بأسفل الحالب صمام نسميه صمام عدم رجوع. يعني هيك فينا نشبهه، يعني بيسمح للبول بأنه ينزل من الحالب على المثانة بس بيمنع البول بيرجع بيسكر، بيمنع البول يرجع يطلع. هلا في بعض الأطفال في عندهم خلل خلقي في هذا الصمام بحيث أنه البول بينزل برد بيطلع. هلا طلوع البول بنسميه نحن باللغه العربيه جزر او قلس. ليش بنسميه جزر؟ مثل البحر، البحر فيه له مد وجزر. الجزر تبع هو لما ميت البحر بترجع، وهون نفس مشان هيك سميناه جزر. يعني لما البول بيرجع من المثانه على الكليه. هلا عوده البول من المثانه على الكليه، البول بالمثانه احيانا معرض للتلوث من الوسط الخارجي عن طريق الاحليل، فتحه الاحليل، وبالتالي فممكن يكون في جراثيم. هالجراثيم اذا طلعت لفوق على الكليه بصير في عندنا التهاب ضمن الكلية، يعني بتوصل الجرثومة لقلب الكلية وبتعمل التهاب بنسميه التهاب حويضة وكلية. لذلك نحن بطب الأطفال دائما بنميز ما بين إنتان بولي علوي وإنتان بولي سفلي. هذا التعبير بنسمعه كثير لنعرف شو الفرق. إنتان بولي سفلي معناتها الإنتان فقط في المثانة، يعني بيعمل أعراض حرقة وما حرقة، وبيحس الإنسان بحاجة لأنه يفوت على الحمام كثير. هي بنسميها تعدد بيلات، هي نتيجة التهاب المثانة. أما لما بتطلع الجرثومة لفوق على الكلية هذا الموضوع صار خطير. ليش؟ لأنه صار الجرثومة بمنطقة حيوية وهامة جدا اللي هي الكلية. فالالتهاب هون صرنا ما بنعود بنسميه إنتان بولي، صرنا بنسميه التهاب حويضة وكلية، لأنه هون الالتهاب قد ونضع خطين تحت كلمة قد يترك وراءه، سيما عند الأطفال اللي أعمارهم تحت 7 سنوات، قد يترك وراءه ندبة إذا تأخر علاجه. هالندبة يعني شو الندبة؟ الندبة هي منطقة صغيرة من الكلية لا تعمل. هلا إنتان أفا إنتان أفا إنتان ندبة أفا ندبة أفا ندبة، بتزيد مناطق من الكلية لا تعمل وبيدخل المريض بقصور كلوي. وهذا الشيء الاختلاط الأهم والخطير اللي نحن ما بدنا اياه الطفل يدخل فيه مشان ما يخسر وظيفة الكلية، لأنه بتعرفي إذا خسر وظيفة الكلية تدريجيا هذا الموضوع دخلنا بدوامة وصار علاجه بقى أعقد، وصار بقى بيضطر بجوز يوصل لمرحلة الغسيل والزرع إلى آخره. فمتلافيا للوصول لهذا الموضوع لازم نحن نحط إيدنا على السبب اللي خلى الطفل يتكرر عنده الإنتان البولي، لأنه إذا في عنده جزر لازم نعالج له هذا الجزر. يعني هذا الارتجاع غير الطبيعي للبول من المثانة باتجاه الحالب والكليتين إذا موجود، طبعا هذا إذا كان موجود في له درجات، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. درجات الخفيفة بنوضع الطفل نحن على معالجة وقائية بالصادات بحيث الطفل ياخذ بشكل مستمر كل يوم جرعة وقائية صغيرة، جرعة وقائية غير الجرعة العلاجية، الجرعة الوقائية بتعادل ربع الجرعة العلاجية، بياخذها يوميا قبل النوم، الهدف منها هو الوقاية من تكرر الإنتان. تمام؟ أما إذا كان عنده الجزر من الدرجة الشديدة ثالثة أو رابعة أو خامسة فهون غالبا بيحتاج لعمل جراحي. العمل الجراحي نحن هون بنعمل إعادة زرع حالب مشان يبطل يرجع البول. يعني الحالب يتم إعادة زرعه بالمثانة بطريقة أنه ما يريد يرجع البول مشان نحمي الكلية، لأنه في شيء اسمه اعتلال الكلية بالجزر. يعني ارتجاع البول بيأذي الكلية، بيأذيها ميكانيكيا وبيأذيها إنتانيا. فنحن هدفنا النهائي هو حماية الكلية من القصور. تمام؟ زائد تحسين الأعراض، لأنه المرض بيكون في مريض بيكون في عنده أعراض لالتهاب الإنتان البولي، بس نحن هدفنا الأبعد هو حماية الكلية من أنه يصير فيها أذية أو حدوث ندبات. الندبات شو الندبات؟ مثل إذا واحد انجرح بصير في ندبة بالجلد بنسميها ندبة، ونفس الشيء الكلية إذا التهبت ممكن تترك الالتهاب وراء ندبة. نحن هذا الشيء اللي ما بدنا يحصل. فالإنتان البولي بجوز يعتبره البعض أنه هو مرض بسيط وكذا، قد يكون مرض بسيط وقد يكون أحياناً مع الأسف مرض شديد يترك وراءه عقابيل، لذلك لازم يتعالج بشكل جدي. خلينا نتعرف على الأسباب الثانية الشائعة اللي بتسبب الإصابة بالإنتانات البولية دكتور. تمام. هلأ أنا ذكرت وفصلت كثير عن موضوع الجزر لأنه هو أشيع الأسباب. بس ولكن الأطفال اللي عندهم تشوهات خلقية بالكليتين، تشوهات خلقية، هدول التشوهات الخلقية كثيرة في الكليتين. يعني ممكن الطفل يكون في عنده تضيق في الوصل الحويضي الحالبي، يعني الوصل ما بين حويضة الكلية والحالب فيه تضيق. أي تضيق في الحالب بيعمل استسقاء بالكلية، هذا الاستسقاء سوف يسبب كمان ركودة بولية، وأي ركودة تسبب إنتان. فلذلك نحن هذا الشيء بيبين معنا لما الطفل بصير في عنده إنتان بولي ونطلب له تصوير شعاعي بالإيكو بيبين معنا، بيجي بالتقرير أنه مكتوب فيه استسقاء بالكلية. شو يعني استسقاء بالكلية؟ يعني
لانه بالاحوال الطبيعيه البول لما بيطلع من الكليه المفروض ينزل نزول بسرعه هيك بهر هر. صحيح. تمام، هذا بالاحوال الطبيعيه. اما اذا كان الحالب اللي هو مجرى البول فيه تضيق، فالبول بده يتراكم جوات الكليه، فالكليه بتتوسع. هذا التوسع بنسميه بالطب باللغه الطبيه استسقاء. فوجود استسقاء بالايكو هذا يستدعي تعميق الدراسه لمعرفه سبب الاستسقاء. قد يكون سبب الاستسقاء اما جزر مثاني حالبي، قد يكون سببه تضيق في الحالب، تضيق في الحالب اما على مستوى الوصل الحويضي الحالبي او على مستوى الوصل الحالبي المثاني. فلازم البحث عن مكان التضيق، لانه اي تضيق في الطريق البولي سوف يؤدي الى ركوده، والركوده سوف تؤدي الى انتان، والانتان سوف يؤدي الى ضياع من وظيفه الكليه اذا تاخر علاجه. ففي كثير تشوهات. واحده من الامور بتسبب تكرر الانتانات هو الحصيات. صحيح. ممكن طفل يكون عنده بحصه بس الاهل مو دريانين. الاهل اذا الطفل ما راح عند الطبيب وطلب له صوره وصور ما راح يعرف. صحيح. يعني هذا الشيء لا تراه العين المجرده. الكليه عضو صامت، ما هو عضو شو بدي اقول لك، يعني مثل الرئه. الرئه دائما الانسان بس مجرد صار في عنده انتان رئوي دغري بتظهر الاعراض بشكل واضح. صحيح. بحيث انه حتى بدون صوره صدر ممكن نعرف انه في انتان رئوي. الكليه لا، الكليه مخبايه واعراضها صامته. صحيح. وخلفيه، فبدها دراسه وبدها استسقاء. والاشعه كثير بتفيدنا، لذلك نحن الاشعه سواء الايكو او الدراسات الشعاعيه المواد الظليله او تصوير بطريقه الراجع او تصوير بطريقه بالومضان. هل الومضان طريقه حديثه جدا في معرفه وظائف الكليتين ومعرفه وجود عائق، قديش هالكليتين عم يفرزوا، قديش في عائق امام مجرى البول، هذا من خلال الومضان. الومضان متوفر بسوريا الحمد لله. هيدي كلها وسائل شعاعيه كثير بتفيدنا نحن لحتى نحط ايدنا على الوجع، وين المشكله الخلقيه الموجوده بهذا الجهاز البولي. مثل ما قلت هلا البحصه هيدي ما في داعي للرمضان، بصوره بسيطه ممكن تبين انه الكليه فيها بحصه. هلا وجود البحص هذا كمان بحث باخر غير الانتانات البوليه، لنعرف ليش هالكليه عم بتشكل بحص، لانه شيء مو طبيعي انه طفل يصير عنده بحصه. هلا لو كان واحد كبير بالعمر عمره 40 50 سنه صار عنده بحصه واحده بيقولوا له عادي انت ما عم تشرب مي او الى اخره. اما عنده طفل أطفال. اما صحيح. اذا طفل لا، بدنا ندور عن السبب. غالبا بنلاقي عله، يا اما عله تشريحيه بالكليه او الجهاز البولي عم بتسبب ركوده، والركوده ادت لترسب الاملاح وتشكل الحصيات، او انه يكون في عنده مشكله استقلابيه هي اللي هي بتسبب انه تشكل الحصيات. فدائما هالمشاكل هي تستدعي مزيد من الاستقصاءات لمعرفه السبب. لانه نحن لما بنشوف بحصه ما بنعالج البحصه، بنعالج السبب تبعها. ممكن نوجه علاج البحصه مثل املاح السترات اللي بتدور بالبحصه، بس لازم نعرف شو السبب تشكل الحصيات لحتى نعالجه. وبالتالي فالانتان البولي عموما قد يكون بسيط لا يخفي وراءه شيء، وقد يخفي وراءه مشكله اخرى تتطلب علاج. صحيح. وهذا بدي اسالك عنه دكتور، وجميل بالحديث معك دكتور بسام انه انت عم تعطينا تفاصيل مفيده. يعني اي حد عم يتابعنا اكيد رح ياخذ معلومه بعيدا عن المفردات العلميه اللي هي بتكون ثقيله على الناس. فخلينا نحكي اليوم ايمتى الالتهاب البولي عند الاطفال ممكن يشكل خطر او تكراره، لانه مثل ما قلت يعني في اعراض فينا نقول الكليه او الالتهابات صامته، يعني بيكون في قطع وقت منيح لحتى انا استكشف هذا المرض. تمام. هلا اخطر شيء هو تاخر التشخيص. تاخر التشخيص يعني ممكن هلا الطفل يكون عنده حراره، طفل صغير مثل عم نحكي اشهر، طفل حراره، الام عم تعطيه خافت حراره، او ربما حتى الطبيب، يعني مو كل الاطباء يعني راح بيقوموا بالواجب بشكل صحيح، بيحصل احيانا تاخر في التشخيص حتى لو شافوا الطبيب. اي تاخر في التشخيص بيفسح المجال لهذا الانتان انه يستفحل. يستفحل ويترك وراه المخاطر اللي حكينا عنها، وعلى راسها تشكل الندبات بالكليه. تأخر تشخيص هذا رقم واحد. اثنين، احيانا ممكن تكون العله الموجوده بالجهاز البولي معقده وليست سهله العلاج، وبالتالي هون كمان هذا بشكل عامر اخر بانه هالانتان ممكن يترك وراءه ندبات وقصور كلوي. احيانا مع الاسف انه الاعراض اللي بيجي فيها الانتان البولي بتكون اعراض غير موجهه. يعني طفل سخنان على سبيل المثال بكل بساطه، الام بتاخذه ما بتقصر، بتاخذه عن طبيب الاطفال، طبيب الاطفال بيقول له افتح تمك، اي والله ملتهب حلقه، هذا التهاب بالعوم هو سبب الحراره، خذ هالانتيبيوتيك وروح. ما حدا قال له روح اعمل فحص بول. ليش؟ لانه الطفل الصغير ما عم يشتكي. ما بيشتكي. الطفل عمره 6 اشهر او سنه او سنه ونص او سنتين او ثلاثه بجوز بلش هون الطفل يعني انه يعبر. بس هي مشكلتنا نحن مع الاطفال الصغار انه هن ما بيعبروا، وبالتالي عدم التعبير بيصير هون الشك هو مفتاح التشخيص. يعني اذا الطبيب ما شك بالموضوع ما رح نوصل للتشخيص. تمام. فممكن دائما حتى ما نحط دائما الاهل الحق على الاهل، ممكن يكون احيانا الحق على الطبيب انه ما قدر يتوجه للتشخيص الصحيح بالوقت المناسب. لانه مثل بنرجع بنقول اذا ما تم التشخيص مبكرا قد مو اكيد الانتان رح يعمل مشاكل.
قد يترك وراء مشكله للانت لانه الكليه حساسه متى ما يوصل الموضوع للكليه، يعني هي نقطه كثير مهمه. هلا اذا هلا انا ما بدي اترك رساله عند الناس انه كل انتان بولي لازم يترك وراء مشكله. صحيح. لا مو بالضروره. صحيح. ممكن انتان بولي يتاخر تشخيصه وما يعمل مشكله. صحيح. ممكن بالطب كل شيء وارد. صحيح. إيه بس ممكن جدا اذا تاخر تشخيصي وممكن احيانا ما يتشخص لانه بالاصل ما عم يعطي اعراض واضحه. يعني كثير من الاحيان نحن بنكون عم نعمل دراسه لموضوع ثاني بنتفاجئ انه في مشاكل بوليه الطفل بعمره ما شكى من الجهاز البولي. وبالتالي فلذلك الموضوع هو اعقد مما نتخيل. في تشوك، في تشوهات خلقيه. نحن بفيدنا كثير هون بهالمناسبه بحب احكي عن الايكو اثناء الحمل للحامل. هلا بتعرفي الحامل لما بتراجع طبيب النسائيه، طبيب النسائي بيعمل الايكو للبطن. نحن الايكو اللي بينعمل للحامل بيهمنا منه مو بس انه يقول لها هذا صبي ولا بنت، نحن بتعرف الناس غالبا بيحبوا يعرفوا جنس. صحيح. جنس الجنين. هي شغله مهمه وكذا، بس ولكن في شيء اهم منها هو معرفه انه هل في تشوهات خلقيه بهذا الجنين. كثير من الاحيان طبيب، خاصه طبيب او طبيبه النسائيه، اذا عندهم خبره بالموضوع ممكن يقولوا للام والمرافقين الام انه ترى هذا الجنين اللي بطنك في عنده استسقاء بالكليه، يفضل مجرد ما ولدتي تروحي تعيدي الايكو للجنين. فكثير من الاحيان نحن بنستفيد من هالموضوع، يعني نحن كطبيب كليه عند الاطفال انا احيانا بستفيد من طبيب النسائيه لما بيشخص لي استسقاء كليه عند الجنين، بحيث هذا الجنين مجرد ما امه تولده، مجرد ما يولد بعد كم يوم ما في داعي نستعجل، بنستنى ليصير عمره اسبوع، بنرجع بنعيد الايكو ونتاكد اذا هذا الاستسقاء موجود. هذا الشيء بيسمح لنا بشو؟ بالتشخيص المبكر. يعني الايكو الجيد بايادي خبيره للحامل يسمح بتشخيص مبكر لاي اعتلال خلقي موجود بالكليتين، وخاصه اللي بيترافق مع استسقاء. لذلك نحن هون بناكد كثير على موضوع انه الايكو اثناء الحمل هو ليس فقط لمعرفه جنس الجنين بس، ولكن معرفه صحه الجنين وحجمه ووضع الكليتين عنده. فهذا كثير مهم حتى نحن نتلافى تاخر تشخيص. اكيد دكتور، في انتشار للعدوى، عدوى المسالك البوليه عند الاطفال، شو اسباب هذا الانتشار بالضبط؟ هلا هو مشاكل بوليه تعتبر هي مثل ما حكيت انا بالبدايه انه هي من الانتانات الشائعه. منتانات الشائعة. هلأ في أحياناً حتى ما نعقد الموضوع نعتبر أنه دائماً كل واحد بصير معه إنتان بولي هو لازم يكون في عنده تشوه خلقي. في كتير أطفال بصير معهم تكرر إنتانات بولية، بتعملي لهم دراسة شعاعية بتلاقي ما في شيء عنده بس عم تكرر عنده الإنتان البولي. في أطفال مأهبين، هلأ ممكن البعض يعزيها لأنه ربما في بعض الأطفال شربهم للسوائل قليل، هذا ممكن يلعب دور. هلأ بس ولكن هذا الموضوع بيلعب دور بس مو هالدور الكتير مهم، لانه برجع بقول لك انا انه الجهاز البولي هو محمي، يعني الله خلق لنا اياه بشكل انه يكون محمي. بس ولكن انا بحب نبه انه البنات هن بيكونوا معرضين اكثر من الصبيان. صحيح. ليش؟ بسبب الطبيعه التشريحيه للاعضاء التناسليه. هلا الذكر في عنده الاحليل طويل، وبالتالي المسافه بتكون طويله ما بين فتحه البول الخارجيه وما بين المثانه، بينما البنت المسافه قصيره بتكون 1.5 سم. معرضه للاشارات اكثر. صحيح. وزائد ما لا تنسي انه تشريحيا بنعرف نحن من ناحيه تشريحيه انه في قرب ما بين فتحه الشرج وما بين فتحه البول. فعدم النظافه، ونحن هون نجي بقى على موضوع النظافه واللي هو اساسي في الوقايه والعلاج. كثير من الاطفال بياخذوا معالجه وقائيه ما يصير معهم انتان بولي، ورد بيصير معهم انتان بولي. شو السبب؟ انه هذول السبب انه ما في نظافه صحيحه. لذلك نحن هون دائما بنعلم الام وبنشرح لها بالتفصيل الممل كيف لازم تنظف ابنها، كيف لازم تشطفه، كيف لازم عرفتي شلون؟ ليش؟ لانه فتحه الشرج قريبه، وبتعرفي اذا كان في تشطيف غلط احيانا اتجاه التشطيف دائما لازم يكون من الامام للخلف وليس من الخلف للامام، لانه الخلف فتحه الشرج وفي جراثيم، فتشطيف الخطا ممكن يجلب الجراثيم بايد الانسان من فتحه الشرج لفتحه البول وبيحصل الانتان. فالنظافه هو كمان، وطبعا في ناس بيعتبروا النظافه انه كتكت مي زياده، الشغله مو بكثره المي بس ولكن بطريقه استعمالها. صحيح. طريقه استعمالها. صح. الحديث يمكن معك جدا مفيد دكتور بسام، بس وقتنا خلص. اكيد قلنا هذا الحديث تتم في حلقات قادمه ضمن رحلتنا الصباحيه. شكرا كثير لك. شكرا لحضراتكم، شكرا للاستضافه.